بسم الله الرحمن الرحيم. على الإنسان أن يهتم بخمسة أمور. الأول التقوى، يعني دائما متقي، دائما يخاف الله، دائما يخاف الله في ليله، في نهاره، بأذنه، في لسانه، بعينه، بيده، برجله، دائما يخاف الله. هذا الأول، هذا يسمى التقوى. الله في القرآن الحكيم حدد الصلاة كم، الصوم كم، الحج كم، الخمس كم، الزكاة كم، لكن التقوى الله ما حدد. قال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بحسب استطاعتكم، لأن التقوى من الصبح إلى الليل، ومو يوم مو يومين، 50 سنة، 70 سنة، 80 سنة، بمقدار عمر الإنسان كله لازم تقوى. الشيء الثاني حسن الأخلاق، إنسان دائما حسن الأخلاق دائما. أكو في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حسن الأخلاق يدخل الجنة، وإن سيء الأخلاق يدخل النار والعياذ بالله. السرها واضح، لأن جنة مكان الطيبين، نار مكان الأشقياء. في النار هذا يسب هذا، هذا يصفع هذا، كل إهانة وأذية بعضهم لبعض. الله سيء الأخلاق أخيرا يذهب به للنار. ورسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث له، يعني مضمون الحديث، أن الحسن الأخلاق الله ييسر له الكون، يعني ييسر له أكله، شربه، مرضه، صحته، سفره، لباسه، كل ييسر له. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث خدمة الناس، دائما خدمة الناس. الرابع الإصرار للبنين والبنات، للنساء والرجال، بتزويج بناتهم وأولادهم. الولد إذا صار مثل عمره مناسب ما أشبه يزوجه. البنت رسول الله زوج فاطمة وعمرها 9 سنوات، لماذا؟ الرسول زوجها ليعلمنا نحن المسلمين. ففي القرآن الحكيم لكم في رسول الله أسوة حسنة. الشيء الخامس التيسير في الأمور، يعني أنه إذا أردت أن تزوج بنتك أو ابنك لازم بيسر، سفر بيسر، أكل بيسر، بيت بيسر. أكو آية في القرآن وأكو حديث عن الرسول. الآية في القرآن يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هاي آية. أكو حديث عن رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، يعني دائما في كل أموركم بيسر. قسم من الناس أمورهم بالصعوبة، ما يحتاج صعوبة، وإنما اليسر يسبب تيسير الأمور. هذه الأمور الخمسة: التقوى، الأخلاق، خدمة الناس بهيئة، والرابع تزويج العزاب والعازبات، الخامس تيسير الأمور. جاء إنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قطع النظر عن أنه رسول، في أيامه صار رئيس 9 دول نفس الرسول، مع قطع النظر عن رسالته من السماء. مع ذلك جاء إنسان إلى الرسول ومعه كمية من التمر، قال يا رسول الله جيب لك تمر. قال رسول شوف في بيتي أكو ظرف، جيب خلي التمر في الظرف. هذا راح في بيت الرسول، بيت الرسول كل شيء بسيط، حتى جماعة من المؤرخين كتبوا أن بيت الرسول كان من الجدع، يعني أنه حائط ما كان مثل الحيطان، جدع كان.
هذا اجي دور بيت الرسول شاف كل شيء ماكو في بيت الرسول، لا صينيه لا قدر لا معون، كل شيء ماكو. قال الرسول ماكو شيء يا رسول الله. الرسول قال لا بأس، فرش عباءته ونظف بعباءته الارض وقال صب على هذا المكان، فصبها على الارض الرطب، يعني حل بساطة غريبة. والرسول قال يسروا ولا تعسروا. إن شاء الله تعالى هالأمور الخمسة راعوها: تقوى، الأخلاق، خدمة الناس، تزويج العزاب والعازبات. والأمر الخامس إذا اهتموا بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وينفقنا جميعا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.